ثم ذكر رحمه الله تفصيلا نافعا في الرأي الباطل المذموم، فقال رحمه الله: الرأي الباطل أنواع، وهذه الأنواع خذها تعليقا على قول الناظم لا يلائمه أثر، لا يلائمه أثر. فالرأي الذي لا يلائمه أثر على قول ابن القيم ماذا؟ أنواع. أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها أي النصوص وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. وانتبهوا لكلامه، قال قابلوا أي هؤلاء النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. ذكرني كلامه هذا بنقل أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة عن بشر بن غياث المريسي أحد كبار المعتزلة، وسيأتي الإشارة إليه في النظم، أنه قال لأصحابه: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. هذا كلامه بلفظه كما أوردها ابن القيم رحمه الله في الصواعق. وهنا يقول عنه ابن القيم: فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف، يعني قابلوا القرآن بالتحريف والتأويل وقابلوا السنن بالتكذيب والطعن في رواتها، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدور، فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الرأي على الوحي والهوى
على العقل. قال: وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيى بها من ضلالة، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع، وغيرت به السنن، وعم به البلاء، وتربى عليه الصغير، وهرم فيه الكبير. قال: فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر، الكلام لا يزال موصول لابن القيم. النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المدموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها، والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن، والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله.